إنها لحظة سحرية لميكي ينادي يحيى النادي من ديزني جونيور. أصدقاؤنا في طريقهم لجبل ميسيليتو بالقطار ليلتقوا بزوار مميزين. عندما يحيطهم الثلج، ماذا سيفعلون للوصول في الموعد؟ إنهما في الواقع صديقان يحبان الجليد أكثر من أي أحد أعرفه، وعادة ما نراهما مرة واحدة في العام كله. أو لا أصبر على لقائهما أيا من كان. كن صبورا يا بطوط، أنا واثقة أننا سنصل لقمة جبل النبات قريبا إذا لم نقف مجددا. الجميع يقولون يا سلام. أية مسكادات تستطيع مساعدتنا لنعبر الجليد؟ أجل، مغرفة الآيس كريم العملاقة، نستطيع استخدامها لنحفر خلال الجليد. مع صندوق وات أحلى الأوقات. بفضل حفرك الجيد يا بندق. أوه، كان هذا سهلا يا ميكي، والآن نستطيع معرفة من هما ضيفان المميزان. انظروا من جاء في الميعاد. إنهما بابا وماما نويل، الصديقان اللذان نراهما مرة في العام فقط. اركب يا بابا، لقد احتفظنا بالعربة الماسة لك ولزوجتك. حسناً، شكراً يا ميكي. بطوط والبندق تخطيا العقبة الثلجية وأنقذا بابا وماما نويل في الموعد المناسب. تابعوا المشاهدة للحظة سحرية أخرى، ويمكنكم مشاهدة ميكي ينادي يحيى النادي على ديزني جونيور.